أول شيء شوف حكاية أبو علي ما تنفع، لازم تقول لنا اسمك صراحة ولا هو سر؟ ها بدينا بالفضايح. لا ما هي فضايح، بس أنتوا يرضيكم بس أبو علي مو لازم نعرف؟ بس ماشي. طبعا لازم أقوله؟ إيه. طيب أول شيء أمسي عليك. وعليك. وأمسي على الجمهور. أهلا وسهلا فيك. طبعا اسمي الملقب علي. أي. طبعا اسمي الحقيقي بدر الجساس. الله حلو اسمك. فني بعد. فني فني. لا وبدر. لا يعني صراحة اسم مرة رائع. الله يعطيك العافية. ليه ما اشتهرت فيه؟ قل لنا السبب. من أول. منذ مبطي. يا سلام منذ مبطي. منذ مبطي. أبو علي. أيام الكورة أبو علي، أيام الثانوي أبو علي. أنت كنت تلعب كورة؟ كنت العب كوره. بس كنت لا حواري واحتياط. بس احتياط كنت احتياط. اوكي اوكي ترى جاني ديسك من الاحتياط. اي صح اي بس ومشيت مع ابو علي. جاء الانستغرام سميته ابو علي، سناب شات سميته ابو علي، وراحت وحبيته وحبوا الجمهور. والله اي الله يعطيك العافيه. والله انا بناديك بدر. والله بكيف سعاد. والله برنامجي وانا حره بناديك بدر. عدنا الحين في مكان، ما نقول شيء. اي شفت عشان كذا انا قاعده اهددك.